ومن كان يريدهم حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يديكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فقد ألفك لا تكون إليها وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أخفي لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا الحمد لله.